وأرسل لأحد الإخوة سيجا، وعندما حضرت امتنع عن دفع مصاريف الإقامة بحجة أنه لم يأخذ أي ريال ثمنا للسيجا كما يفعل أي كثير، وجميع الإخوة أجمعوا على أن تكاليف الإقامة على حسابه. فما رأي فضيلتكم؟ هذا يرجع فيه إلى نظام الاستقدام الذي وضعته الدولة، ويحكم على المستقدم بموجبه، بقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حل حرام أو أحرم حلال، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا عقد بين المستقدم وبين المستقدم، اتفق عليه وتراضيا بموجب نظام الدولة، فيلزم المستقدم بما يقضي به النظام الذي وضعه ولي الأمر، وليس له أن يقول هذا ليس بواجب علي أو ليس، بل يجب عليه ما نص عليه النظام، لأنه شرط بين المستقدم والمستقدم. جزاكم الله خيرا.